أهلا وسهلا ومرحبا يا طلاب في قناة إيكو داراب. Comment souhaiter la bienvenue en langue arabe? Pour souhaiter la bienvenue en langue arabe, on utilise les expressions أهلا بك, أهلا بك, ou tout simplement أهلا وسهلا بك, أهلا وسهلا بك, ou مرحبا بك, مرحبا بك, ou les trois à la fois, أهلا وسهلا ومرحبا بك, أهلا وسهلا ومرحبا بك. حياكم الله جميعا إخوة وأخوات, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.